مرحبا بكم في استديوهات المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل من العاصمة الحبيبة أبوظبي. غلاف الأرض الجوي هو خليط من الغازات تحيط بالكرة الأرضية مجذوبة إليها بفعل الجاذبية الأرضية، ويحوي على 78 من غاز النيتروجين و21 من الأكسجين و1% من الأرغون وثاني أكسيد الكربون وبخار الماء وبعض العناصر الأخرى. ويحمي الغلاف الأرض الجوي من امتصاص الأشعة الفوق البنفسجية، ويعمل على اعتدال الحرارة على سطح الكوكب. والآن أعزائي المشاهدين ننتقل إلى طقس الأمس. بالأمس تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الوسطى والغربية، وسقطت بعض الأمطار على مدينة العين. وإليكم صورة الأقمار الاصطناعية الملتقطة صباح هذا اليوم، حيث تشير إلى خلو الدولة من السحب، ويكون هناك بعض الرياح الشمالية الشرقية المثيرة للغبار والأتربة، وتكون درجات الحرارة